من جديد اهلا بحضراتكم. ووسع وسع، عارفين يا احمد سعد لما قال وسع وسع، احنا النهارده بقى ايه، وسعولنا شويه، لانه يعني بقالنا شويه شايفين بنات وستات موجودين دلوقتي في الملعب وبيلعبوا كوره، وفي منتخب كمان للستات، وشفنا الحكام ستات ومن كاس العالم اللي فات وكاس امم افريقيا شايفين ستات ليهم حضور، لكن كمان يبقى لهم حضور في قلب الاستوديو وفي التحليل، تحليل ماتشات الكوره وتحليل الكوره، ويكون ليهم وجهه نظر ويكون ليهم تنبؤات ونظره مستقبليه، لا يبقى بجد لازم نوسع لستاتنا اللي دخلوا هذا المجال. واكيد الحكايه ما كانتش سهله ابدا ابدا، ان هم يقعدوا مع محللين رياضيين ويكون في استوديو تحليلي يقول كلام كتير قوي، ومين احسن من مين، ومين فورمه ومين مش فورمه، ومين المنتخب اللي هيخرج، لا ده كلام كبير قوي. مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، مع الكابتن سمر صلاح المحلل الرياضي، اهلا يا سمر، والكابتن منار جبة المحلل الرياضي، منورانا يا منار. طبعا انتوا يعني نجمات معانا كمان في اون سبورت، بتنورونا وبتطلوا علينا وفي غيرها من القنوات الرياضيه. انتوا اساس شغلكوا ايه بقى سمر؟ انا اصلا بشتغل اتش ار في واحدة من الشركات، يعني شركات مالتي ناشونال، شركة بترول. أنا بشتغل اتش ار بقالي 13 سنة، بس الكورة هواية يعني، أنا بحبها وبتابع وبسجل أرقام وبحلل، وحتى في مناقشاتنا أنا دايما بقعد أرسم كده، وده لو جه هنا فأنا الكورة هواية يعني. غريبة دي يا سمر. بحبها جدا يعني. ممكن أفهم إنك تكوني بتحبي تلعبي كورة يعني؟ لا بحب اتابع كوره. تتابعي وتكتبي وتدوني وتحللي لا دي كوره ممتعه يعني. انا من زمان قوي، البدايه كانت بابايا كان بيشتغل في المقاولين العرب، فكان بحكم المكان كنا دايما بنروح ماتشات المقاولين، فبدات اتعلق بالكوره بقى، وبدات اروح الاستاد وايه ده في ماتش، وكان وقتها كمان حتى المقاولين كان في الدرجه الثانيه، انا كنت بحضر ماتشات الدرجه الثانيه، مش بس الدوري الممتاز والماتشات الكبيره، لا كنت دايما بحضر ماتشات وعارفه اسامي اللعيبه وعارفه مين مركزه ايه ومين مدرب ايه. يعني انت الصبح اتش ار في واحده من الشركات الكبيره، وبعد الظهر محلله كوره. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.